لله حسني بخير وعمل العملية وإن شاء الله هيقوم أحسن من الأول، وهو يعني بيشكر كل الناس اللي سألت عليه وبتدعي له. هو طبعا الحقيقة حسني اتواجد إن هو عنده قطع في الرباط الصليب الأمامي، قطع كامل مع قطع في الغضروف الداخلي. الحقيقة الدكتور أحمد عبد العزيز عمل غرزة أو خيط للغضروف ويتعمل إعادة بناء للرباط الصليبي، وإن شاء الله العملية ناجحة جدا. وطبعا الدكتور أحمد باني على التعريف بالنسبة لإصابة الرباط الصليبي بالذات، ومع التأهيل المظبوط إن شاء الله يقدر يرجع لنا بإذن الله في أقرب وقت بإذن الله. والله الحمد لله حسني لسه عامل عملية، لسه فايق دلوقتي واتكلم معانا وكان كويس وكده. هو بصراحة نفسيا من امبارح والله عادي خالص، تقبل الموضوع. اول ما الدكتور احمد قال له انت عندك رباط صليبي وكده، انت لازم اجباري يعني لازم بتقبل بالوضع، لو انت ما قبلتوش كده كده هيحصل، فلازم تتقبله نفسيا، تكون عالي. السبب ازاي؟ في ناس كتير بتعمل كذا عمليه وما بترجعش عشان هي تبقى نفسيا زعلانه شويه، لكن انت بالعكس خد الامور ببساطه، وده ربنا هو اللي رايد كده. زعلت ما زعلتش خلاص الامر واقع. فهو امبارح والله كان سعيد عادي جدا. انا بتمنى له طبعا الشفاء وكده، وبقول له الف سلام عليك يا حسني، ربنا يومك بالسلامه. واسماعيليه كلها والله زعلانه، اول مره اشوف ناس كده بتحب حسني، وجات لي حتى انا تليفونات كمان ناس بتكلمني تطمن عليه، حتى اسرتي عندي وكده. فانا بتمنى له الشفاء ان شاء الله، والمنتخب طبعا اتاثر بيه داخل على ماتشات صعبه، ان شاء الله يكون خير لي. يعني هي دايما الاصابه بتجي لك وانت تبقى طب شويه، فربنا ان شاء الله يومه بالسلامه، وتكون ان شاء الله اخر بالسلامه.